كتير لما يكون شخص عنده ارتفاع في درجة الحرارة وأهله عايزين يعملوا كمادات عشان يخفضوا درجة حرارته، بلاقيهم حاطين له الكمادات على الجبهة في المنطقة دي. والحقيقة إن الكمادات في المنطقة دي مش مفيدة بشكل كبير. أفضل أماكن لوضع الكمادات عشان نخفض درجة حرارة الجسم هي على جدار الرقبة في المنطقة دي، وتحت الإبطين، وأعلى الفخذين في منطقة الجروين زي اللي موجود في الصورة دي. ليه النقط دي بالذات؟ لأن الأماكن دي فيها أوعية دموية كبيرة، فأنا لما بحط الكمادات في المناطق دي ببرد الدم والجسم بسرعة. أما الكمادات في المنطقة دي فمش بتفيد كتير. بس كده، ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير. شكرا لحضرتك.